جماعة بجد انا مبسوطة قوي. ليه؟ اللي انا اصلا يعني اللي انا يعني غبت عنكم كتير. ليه بقى؟ اليوتيوب بتاعي اتقفل لمدة سنة، فانا قعدت بيه لمدة شهرين كده مقفول اليوتيوب، وفي الاخر قلت لا انا مش هقدر استنى، وقمت جاي اعمل ضبط المصنع. المشكلة بقى اللي انا جيت افتح اليوتيوب عشان اعمل لكم ابدأ انزل لكم فيديوهات، اللي حصل الحساب كله اتقفل يا جماعه. فانا النهارده هفتح حساب جديد وهنزل لكم فيديوهات كتير قوي يا جماعه. وبجد كان عندي 100 وحاجه و200 وحاجه، فاتمنى ان انتوا توصلوني ل 200 مشترك او 100 مشترك. تمام.